السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياتي كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. الخيرات المرية والجارية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. شحال بات يا صاحبي الخيرات؟ اخويا 160 ريال. الخوخ ولا الشحديده؟ بحال ثمن واحد. ما غاتفرقش من 160؟ هو نصايبو معاك اخويا. لا بشحال تتبيع؟ هذاك عندي 160. ياك 160 دابا ما تحسبش 140؟ 140 هاني، اللي جا 140 ياخذ، 160 ياخذ، 300 ياخذ. هادي دانونا ولا؟ هادي دانونا، هادي شادية دانونا، وخوخ دانونا، بجوج بهم دانونات هادو. ياك بجوج الماكلة وما داخل لا هو هذا دانون خوخ دانون هذه دانون ما عندي ما نسال هذا هو الطير للطبيعي ياك دانون طبيعي لو بلا سكرات تبارك الله شي حاجه رفيعه كما تشوفوا معنا وليدات كل اللحيه اياه الله الله يحفظك شكرا باعوا مع باكم باش الله يحفظك. هاد الناس كان رجل ديما تيتصور عندي ورجل طيب وطال ولادي جوج شهديات شكرا الله الله يا ربي يخلصيه. وتحياتي كل مشاهد قناه زيتون ومرجان احبابنا في المكان ولادي راسقين فيك فين ما مشيت. قال لك ما عديش باش يشري العيد تعال تخدم ها ما عليكش تبارك الله الخيرات هنايا في الثلاث الولاد كي تشوفوا معنا قريب الصاد وعاوتاني اللي ما عرفش الصاد فين جا في المملكه المغربيه. ايوا شحال هاد البرقوق بجوج؟ كيف كيف كان بيض كان احمر تبارك الله. وهذاك البلال اللي ترجل بيت السوق اغلق شويه ولكن دايرين الثمن مناسب. شحال الثمن تاعك؟ حسابك ليا شحال؟ 10 دراهم واخا داير 190 ريال في المارشي لا جايبينو باص فرانك كنبيعو بها السلعه اللي تزاد هو تزاد هذا ها؟ تزاد تزاد هادو الحباب تاعنا ديما تيتصوروا عندنا هاد السيد بالخاص اللي على اليسر تاعي الله يسهل عليك يا صديقي. امين الله يوجدك. كي داير السي بخير ناشطين لاباس عليكم اهلا. كي تشوفوا هاد الخيرات تبارك الله في الثلاث الاولاد كي تشوفوا معنا الحباب تاعنا اهلا وسهلا بكم جميعا. ومركنا عسياك ما بيت فيق بين والله انت بين ما عندي ما نقول. كي دايرت؟ شحال هاد البرقوق؟ البرقوق 160 فعلا تيوجد في المملكة المغربية ولو تيقلدونا احبابنا بحال ما هاد صديق مشاهد هذا مشاهد مصور هذا توا مشاهد مصور الحمد لله هنا في الثلاث الاولاد الاحباب تاعنا الحمد لله في المشينا تلقاوهم. قلت لي البرقوق ب 8 دراهم 160 كله حيد البنان والليمون والمهيوط انا غاديك غتغطاس يشوي لك 160 البرقوق البيض وكحل 160 الشعبيه دانونا وخوخ 160 هادو دانونا دابا دانونا دانون ديال الماكله حلوه التفاح 160 شادي 160 التفاح تاكم 160 خوخ 160 البنان 260 علاش علاش زيد شويه في الثاني كاين بلاك كاين جوده لا حساب لا حساب شي اخر كاين السوق الله هذا صديق تاعنا مشاهد قناة زيتون ومرجان. شنو فرقوك صافي؟ صافي اخويا. ديروا هاد ثمن مزيان. هاد الشهديدة ثمن مزيان. واللي. علاش بغيت نهضر بيني وبينك باش نتفاهموا انا بلا ما هو ملهي دابا ما بغيتش نهضروا
حيت تيعبر الناس وهادي ما بغيتش نهضر فهمتي نهضر معاك ما كاينش مشكل لا لا ما غادي نبرصطك في الهضره تاعتي خدام ونهضر معاك لا عندي هضره اخرى ماشي على اثمينه ولا كما تشوفوا معنا احبابنا فين ما كانوا داخل الوطن او خارج الوطن الخيرات كاينه في الثلاث اولاد حيوا احبابنا عيالات ورجاله بنات اولاد فين ما كانوا الاحباب تاعنا صغير كبير مشاهد قناه زيتون المركز حتى هيا وسوي عندك قد حشي وهاد الليمون والليمون 5 ليمون 100 وهاد تزادت ولا كيفاش؟ في الجودة كما تيقول صديقنا الجودة صاحبنا ياك هاد راه ضرافات وصديق تاعنا قديم ماشي يلاه غادي نعرفوه ولا غادي يعرفنا ياك ايوا هاد البرقوق كان 160 تا هو ومن طبيعة الحال غادي ناكل شي وحده ان شاء الله احنا تناكلو بلا غسيل كان كليت الملاح القيه وصافي هذا اللي كان بنادم وقاي اللي ما سبنت اللي ما قتلت تعيش ولا يتسمن ولا كيفاش خذ ديرك شي وحده 4 5 دراهم الليمون ديما الجودة ديما تيقول لنا هاد الرجل الجودة الله يسهل عليكم و... ياك تزيد فلوس باش حيت كنا هضرنا على هذاك الشيء بغينا ما نقاووش تجيبوا بالترانسبور ما صح انا موسى او محسن جيب لي موسى جيب لي موسى عند الحاج البارح كنتي واش شفت واش شفت انت كنت تشتي ياك بخير ناشط شحال هذاك الليمون بعتو الليمون 4 دراهم وهاد السويله السويله والاناناس والمايه 3 دراهم قال لي هذاك 4 دراهم ها 3 دراهم شكون 3 دراهم باش تبيعو نتوما هنا تمام زوين هذا الدراوش الدراوش ما عليكش خوخ والبرقوقه البيضاء والبرقوقه الكحله دايره 6 دراهم 6 دراهم خوخ البرقوقه البيضاء والبرقوقه الكحله هذا بالكاس وهذاك العنب شحال داير 220 فرنك الفرق باش لابقوا لي البارح التفاح 5 دراهم التفاح 5 دراهم هذا 5 دراهم باش يبيعوه هنا 120 6 دراهم 5 دراهم باش كاين هاد الخيرات في السوق تاع الثلاث الاولاد هذا بالكاسب والخيرات وديما خاص بهاد الفواكه والخضار اللي تشوفوا معنا واش دابا تتبيعوا المخلط ولا اللي بغى شي حاجه اللي بغى شي حاجه كياخذ كما قال لنا هذا الصديق تاعنا بالقاسم وولده وهذه قال لك اللي بغى شي حاجه ياخذها ياخذ اللي بغى حيت شفت برقوق احمر غليظ وهذا رقيق قلت واش هذا بثمنه وهذا بثمنه ياخذ الغليظ بوحده وياخذه ها ديال الوزن هاد الخيرات اي نعم ديال الجبل وهذا البرقوق هذا كلشي وزن الحمراء والبيضاء واسر وهذا هذاك التفاح ملي التفاح ديال الغرب غرب واخا ما صالحش عندهم مزيان بغى لهم الله تبارك الله على بالكاسب وصافي هذا بالكاسب طرافات وتيكون العنب ديال يشبيدو ديال الصخيرات الصخيرات هذا العنب تاع الصخيرات واحد العنب مسكين باقي ما يخرجش هذا غيجي في الاخر ديال هذا الاخر هذه وتجي هذه ان شاء الله والله تبارك الله على سي بلكاس 80 كيلو اه ديال ولاد خويا تا ولاد حريز جماعة ولاد خويا بيت برك سيد تاع جيل جماعة رياح رياح في الطب جماعة رياح في الطب انتما صورتكم شوش كي دايره هذيك اللي شاد في يدك وعلاش ما فاتحش يدوقو ديالي على هذيك فاتح هذا يدوقو ياك هذيك غدا تكون مزيانه 80 ريال هذيك هي اللي تيدوقو منها حلوه كي داير
هدر هدر تسمن حلوه كتسجل تنشجر ايه حلوه مزيانه شي حاجه رفيعه كما انت قال لنا السيد هنا في ثلاث الاولاد فين؟ ثلاث الاولاد هاد السيد يقول لك ثلاث الاولاد وفعلا احنا في ثلاث الاولاد كما قلنا احبابنا في المكان.